فقرة سؤال اليوم، سؤالنا عن مجلس المنافسة في المغرب. يعتبر مجلس المنافسة مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وتتوفر على موارد مالية عامة وخاصة، ويعين رئيس المجلس بظهير شريف لولاية تمتد 5 سنوات وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة. أما الأعضاء الآخرون فيتم تعيينهم بمرسوم لمدة 5 سنوات أيضا قابلة للتجديد مرة واحدة. ويلعب مجلس المنافسة دورا طلائعيا في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها الإخلال بحركية وحرية السوق أو تمس بقواعد المنافسة.